الأسرة ساحة من ساحات الانطلاق إلى الله عز وجل. إذا عرف أفرادها كيف يتعاملون التعامل الصحيح معها وفيها، ساحات العبادة لا تختزل فقط وفقط في المسجد ودور العبادة، بل ساحات العبادة تنسحب على حياة هذا الإنسان. وهناك ساحات للعبادة تعد من أفضل الساحات للانطلاق إلى الله عز وجل، ومما يؤسف له أن هذه الساحات يغفل عنها أكثر المؤمنين. ساحة الأسرة هي واحدة من هذه الساحات. يستطيع الإنسان المؤمن في الأسرة أن يضاعف رصيده أضعافا مضاعفة من خلال عمل لا يتطلب منه الوقت الكثير ولا الجهد الجهيد. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: جلوس المرء عند عياله أحب إلى الله تعالى من اعتكاف في مسجدي هذا. شوف، جلوس المرء عند عياله أحب إلى الله تعالى من الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أن الاعتكاف له أجر وثواب عظيم، وإذا كان هذا الاعتكاف في مسجد رسول الله تضاعف ذلك الثواب كما هو معلوم عندكم. أيضا حينما نقف على الروايات التي تتحدث عن العناية بالأسرة، أو بتعبير آخر خدمة العيال وهي بالعشرات، يعني ليست رواية واحدة حتى يأتي البعض يشكك فيها يقول سندها صحيح أم لا، هل فيها نوع من المبالغة، هل هي موضوعة أم لا. عشرات الروايات، أستطيع القول أن من يجمع هذه الروايات يستطيع أن يؤلف كتابا. وبالتالي وصلت هذه الروايات في مضمونها إلى حد التواتر، فلا يمكن التشكيك في صدورها من الولي المعصوم. سوف أستعرض بعضا من الشواهد حتى نلتفت إلى هذه الساحة، لأنها ساحة استثمار للإنسان في الحياة الدنيا، العناية بالأسرة، رعاية الأسرة. المحدث النوري أعلى الله مقامه نقل عن جامع الأخبار عن علي عليه السلام قال، طبعا الرواية طويلة سوف أقتطع منها فقط شواهد: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة عليها السلام جالسة عند القدر وأنا أنقي العدس. قال: يا أبا الحسن. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اسمع، وما أقول إلا ما أمر ربي، ما من رجل يعين امرأته في بيتها إلا كان له بكل شعرة على بدنه عبادة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها، وأعطاه الله من الثواب ما أعطاه الله الصابرين. بعد مقطع آخر: يا علي، من كان في خدمة عياله في البيت ولم يأنف كتب الله اسمه في ديوان الشهداء، وكتب الله له بكل يوم وليلة ثواب 1000 شهيد. بعد مقطع ثالث: يا علي، ساعة في خدمة البيت خير من عبادة 1000 سنة و1000 حج و1000 عمرة، وخير من عتق 1000 رقبة و1000 غزوة و1000 مريض عاده، إلى آخر هذا المقطع. مقطع ثالث: يا علي، من لم يأنف من خدمة العيال دخل الجنة بغير حساب. يأنف من الأنفة، الأنفة يعني شنو؟ يعني العزة، الترفع، يعني من لم يترفع من خدمة العيال، من لا يشتكي من خدمة العيال.
يقول دخل الجنة بغير حساب. يا علي خدمة العيال كفارة للكبائر ويطفئ غضب الرب إلى آخر الرواية. إذن هذه مقاطع من هذه الرواية تبين لنا التالي، بأن ساحة العناية بالأسرة ساحة انطلاق إلى الله عز وجل، بل لا قد لا تتوفر مثل هذه الساحة للإنسان. يعني لو أراد هذا الإنسان أن ينطلق إلى الله عز وجل بواسطة الصلاة والصيام، أنا لا أريد أن أقلل من قيمة الصلاة والصيام، يعني لا يفهم من كلامي التقليل من شأن الصلاة والصيام، بالعكس على الإنسان أن يقبل على الصلاة والصيام وغيرها من الطاعات. لكن ما أود أن أؤكد عليه وألفت النظر إليه هو أن على المؤمن الالتفات إلى هذه الساحة، من الحيف واقعا أن يغفل المؤمن عن هذه الساحة، ساحة انطلاق إلى الله، ساحة مضاعفة الرصيد أضعافا مضاعفة ليصل إلى ما لا يستطيع الوصول إليه عن طريق الأعمال المعتادة. فمن الحيف واقعا أن يفوتها هذا المرء أو هذا العبد على نفسه. يقول الإمام زين العابدين كما ذكرت لكم روايات كثيرة جدا بالعشرات، يقول الإمام زين العابدين إن أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله. شوف الرضا مراتب، رضا مراتب. أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله، يعني المسألة تتعلق بساحة الأسرة. ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول ألا خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي، في رواية أخرى ألا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعني المسألة أيضا ترتبط بالعناية بالأسرة. هذا ما يتعلق بالرجل. ما يتعلق بالمرأة شلون؟ هل بعض النساء يتساءلن هذه الروايات في خدمة الرجل، إنزين المرأة شلون؟ ماذا أعد الله لها من ثواب عظيم في هذه الساحة؟ خب يكفي حديث الإمام الكاظم سلام الله عليه حينما يقول جهاد المرأة حسن التبعل، جهاد المرأة حسن التبعل. زين تعال خلنا نستعرض مجموعة من الروايات التي تتحدث عن خدمة المرأة في ساحة الأسرة. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أيما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا إلا نظر الله إليها ومن نظر الله إليه لم يعذبه. عن الإمام الباقر سلام الله عليه أيما امرأة خدمت زوجها 7 أيام أغلق الله عنها 7 أبواب النار وفتح لها 8 أبواب الجنة تدخل من أيها شاءت. في الحديث ما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إلا كان خيرا لها من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها. زين شربة ماء كم تكلف؟ شربة ماء كم تكلف من الجهد ومن الوقت؟ لا تكلف شيء، لكن في مقابلها ثواب عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها. فما نحتاج إليه ماذا؟ ما نحتاج إليه الإخلاص في هذه الساحة، الصدق في هذه الساحة. متى ما توفر العبد انطوى العبد على الصدق والإخلاص في هذه الساحة، هي الساحة كفيلة بأن تأخذه سريعا إلى الله عز وجل. في الحديث عن إمامنا الصادق سلام الله عليه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن لي زوجة إذا دخلت تلقتني وإذا خرجت شيعتني وإذا رأتني مهموما قالت ما يهمك إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل به غيرك وإن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك الله زادك الله هما. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله بشرها بالجنة وقل لها إنك عاملة من عمال الله ولك في كل يوم أجر 70 شهيدا. إذن مثل هذا الثواب أين نحصل عليه في ساحات أخرى؟ يعني
ساحة الإسراء والمعراج ساحة انطلاق إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا المرأة مو فقط تعين زوجها على أمور دنياه بل تعينه على أمر آخرته، وهذا أهم بلا شك ولا ريب. لهذا يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: أيما امرأة أعانت زوجها على الحج والجهاد أو طلب العلم أعطاها الله من الثواب ما يعطي امرأة أيوب عليه السلام، ما يعطي امرأة أيوب عليه أفضل الصلاة والسلام. أيضا ورد في الصبر، صبر كل من الزوج أو الزوجة على الآخر ثواب جزيل جدا على الصبر. من أراد المزيد من الروايات فليراجع كتب الحديث، هناك في الوسائل كتاب الوسائل، وسائل الشيعة للحر العاملي على الله مقامه، باب خاص، باب خاص أورد فيه مجموعة عشرات الروايات التي تتحدث عن هذه المسألة، وأجد فيما نقلته كفاية لإلفات النظر إلى هذه الساحة. طبعا الساحة هذه مو تختص فقط وفقط بالزوج والزوجة، حتى بقية الأفراد، الأولاد مثلا، الأولاد يحصلون في هذه الساحة على ما لا يحصلون عليه في خارج هذه الساحة من خلال بر الوالدين. هذا أعطى الله من ثواب عظيم لمن بر والديه ورعى والديه، ثواب جزيل للغاية. في الرواية طلب موسى عليه السلام من الله عز وجل أن يريه رفيقه في الجنة، صاحبه في الجنة، فأوحى الله إليه: رفيقك القصاب فلان الشاب في السوق. ذهب موسى إلى دكان ذلك الشاب وأخذ يراقب الشاب ماذا يصنع، لم يرى موسى ما يلفت النظر. يأتي هذا الشاب في صبيحة كل يوم كالمعتاد كما يفعل غيره من القصابي، يفتح باب الدكان، يذبح الشاة، يعدها للبيع، قبل أن يبيع يستثني جزء من اللحم يضعه إلى جانب جزء، ثم يبيع الباقي. إذا صار وقت الغروب الرجل يعود إلى داره، ماكو شيء يعني مميز يميز هذا الشاب. فتعجب موسى عليه السلام فتبعه، وصل إلى داره. موسى قال له: هل لك أن تستضيفني هذه الليلة؟ قال: على الرحب والسع، مرحبا بك. فتح الباب يقول: دخلت أجلسني، ثم عمد إلى زنبيل كان معلقا بالسقف وأنزله. يقول: لما نظرت إليه رأيت امرأة عجوزا طاعنة في السن، أخذها وأخذ يتعامل معها بكل احترام. يقول: أخذها، رعاها كأحسن ما يكون، ثم قام إلى اللحم، طبخ اللحم، وجاء وأطعمها بيده وهي تتمتم بكلمات لا أفهم منها شيئا، صوت ضعيف تتمتم بالكلمات. يقول: بعد ذلك جاء إلي، وضع بقية الطعام وقال لي: تفضل. قلت له: من تكون هذه؟ يقول: فقال لي: هذه أمي، وأنا لا أقوى على جلب خادمة لها ترعاها، ولكن إذا عدت إلى الدار أرعاها. يقول موسى: قلت له: سمعتها تتمتم بكلمات، فماذا كانت تقول؟ يقول: هذا هو ديدنها في كل يوم، تدعو لي، تقول في دعائها: اللهم اجعله رفيقا لنبيك موسى في الجنة. ابتسم موسى، قال: لقد استجاب الله دعاءها. قال: وكيف؟ قال: أنا نبي الله موسى،
أخبره بالقضية. شوف لاحظوا بواسطة بر ورعاية أمه وصل إلى أعلى المراتب. على كل حال من أراد المزيد فليراجع كتب الحديث، فهناك عشرات الروايات. القرآن أيضا أشار إلى المسألة، القرآن أيضا أشار إلى المسألة، الآيات التي صدرت بها الحديث، آيات التي صدرت بها الحديث. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. العلامة الطباطبائي صاحب الميزان، صاحب تفسير الميزان، يقول يسأل بعضهم بعضا عما كان يصنع بالحياة الدنيا، عما كان يفعل بالحياة الدنيا. يعني كل واحد يقول للثاني ما الذي جاء بك إلى نعيم الجنة؟ فبعضهم يجيبون بهذا الجواب، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، سبب الشفقة في الأهل، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. الشفقة ما هي؟ شفقة العناية المخلوطة بالخوف. صاحب المفردات يقول تارة تتعدى بمن وهم من الساعة مشفقون، فتكون أقرب إلى الخوف، وهم من الساعة مشفقون يعني وجلون خائفون. وتارة تتعدى بفي، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وإذا عديت بفي كانت أقرب إلى العناية، يعني نحن كنا نعتني بأهلنا، نرشدهم إلى ما فيه صلاحهم، إلى ما يأخذ بأيديهم إلى السعادة الحقيقية. شوف العناية بالأهل ساقت هؤلاء إلى نعيم الجنة، كما يذكر القرآن الكريم. فهي ساحة إذن يجب استثمارها، من الحيف أن يفوت هذا الإنسان مثل هذه الساحة على نفسه. وإذا اعتنى الناس بهذه الساحة نشأ جيل صالح، نشأ جيل صالح. شوف واقعة الطف، تعلم منها هذا الدرس، كيف كان الحسين سلام الله عليه يرعى أهله، عناية فائقة كان الحسين سلام الله عليه يوفرها لأهله، لأفراد أسرته، لأولاده، للناس كافة، لكن نلحظ عناية خاصة بأولاده.